اوكي ماروكا لعبت يعني كويسه وكلهم شباب وكل شيء تمام، بس ايران يعني خلاص يعني بخت. اجوا هدف جود جود تيم ماروكو از جود تيم نو بروبلم مان هابي اوكي اي ام ايرانيان مان واتس سترونج وذ يو نو بروبلم اوكي اوكي الحمد لله. بس يعني ايران جابت فاض ولعبت بالسياسه وفاضوا، ان شاء الله كل شيء راح يصير خير. واحنا اخوان، تريد تصير ماروكو ولا تريد تصير ايران؟ احنا كنا اخوان مسلمين، وان شاء الله روح ماروكو رايحه تفوز على برتغاليا واسبانيا، واحنا كمان وان شاء الله. السلام عليكم شباب المغرب، ان شاء الله انتم ستغلبون على اسبانيا ولا برتغال في مرحلة أخرى. عيدكم مبروك، ألف مبروك، ونحن إخوانكم. كل منتخب مغرب منتخب لائق ومنتخب قوي جدا جدا، لكن الله معكم والله معنا. I think both of the teams played good, but Iran does its team classic play, so he wins normally.